طبعا النادي الاهلي انت شفت موضوع متعب امبارح اول امبارح، وموضوع جده واللي حصل الفتره اللي فاتت دي معاهم. جده طبعا فوج ان هو بره القائمه الافريقيه، وده كان يمكن يعني صدمه بالنسبه له او مفاجاه بالنسبه له، لكن رد فعله كان بسيط، يعني لم يهاجم ولم يعني ولم يتحدث كثيرا، يعني يمكن بس كانت صدمه بالنسبه له جوه النادي الاهلي، واتكلم مع الناس جوه النادي الاهلي ان هو مش مصدق وان هو ما كانش يعرف والكلام ده كله. ولكن طبعا الناحيه الثانيه مع كابتن عماد متعب كانت الامور اقوى شويه، وكان متعب طبعا رصيد كبير جدا من النجوميه ومن الشهره ومن الاهداف ومن التالق مع النادي الاهلي، وبالتالي استبعاده كان مفاجاه بكل المقاييس لكل الناس، يعني مش بس المتعب. يمكن رد فعل متعب كان صعب شويه، يمكن بعد ماتش الاسيوطي بالذات لما عرف ان هو بره، يعني كان اساس المشكله ان هو عرف ان هو بره، اتمرنش كويس، كان بيتمشى في التمرين مش عاجبه، يعني الكلام كان عايز يلعب ماتش الاسيوطي ان ماتش سهل كان ممكن يجيب فيه جوان فيرجع تاني الدنيا كويسه، لا الراجل حطه في الاحتياطي فما عجبوش، ابتدى يتمشى في التمرين، راح الراجل مطلعه بره الفرقه. نفس رد الفعل لما راح، يمكن كان ليه رد فعل متعب بعديها، وحط على انستجرام بعد الحادثه دي على طول او بعد الموضوع الاسيوطي على طول صورته مع جوزيه وكتب عليها الاسطوره جوزيه. ما اعرفش بقى حد قال للراجل او راجل استفز، ما اعرفش ايه اللي حصل بالظبط، ولكن راح الراجل مطلعه كمان بره الماتش المغرب اللي جاي، المغرب تطوان، دي كانت مفاجاه بجد بالنسبه لمتعب. رد فعل متعب ما عجبش ناس كتير في النادي الاهلي من جوه افراد الجهاز الفني، ما عجبش رد فعله اللي طلع يتكلم ويتكلم ويهاجم ويقول انا مش فاهم ليه ما طلعتش والكلام ده كله، في حاله يعني كله في حاله يعني من الغضب شويه من عماد، وعماد طبعا متضايق جدا من الراجل لان الراجل لم يراعي عماد، وده طبعا على الشق الفني اكيد لم يراعي عماد بشكل كبير. حتى لو عماد لعب ماتش الاسماعيلي وحش، ده كسبك بطوله الكونفدراليه وكسبك ماتشات كتيره جدا عماد متعب، وهو يمكن حتى مش في نص حالته لكن بيعرف يلعب ازاي وبيكسب ازاي، لكن الراجل واضح ان هو عنيد جدا، واضح ان يعني قراره من دماغه ما بياخدش راي حد، ما بيسمعش كلام لحد، واضح ان الراجل اللي في دماغه بينفذه بشكل كبير جدا. يعني ما اعرفش ايه اللي هيحصل مع هذا، مع ايه اللي هيحصل بعد كده، ولكن زي ما قلت لكم هي دي الاجواء في النادي الاهلي، يعني مش احسن حالاتهم مع عماد متعب حاليا، ولكن طبعا كل الفرقه مركزه في المباراه المهمه ان شاء الله، ونتوكل على الله ان شاء الله يوم الاحد. يمكن الانستجرام اللي حطه بعد ماتش الاسيوط ده من يومين هتلاقوا مكتوب عليه تو دايز، ده الانستجرام الرسمي لكابتن عماد متعب، وكاتب مانويل جوزيه الاسطوره. ما اعرفش بقى حد قال لجريده فراجل استفز ولا ايه، فبعديها راح مطلعه بره الفرقه. هو في الوقت ده متعب زي ما قلت لكم كان متضايق وما كانش بيتمرن كويس، يعني زي ما بقول كده بلغه الكوره ايه، يعني لاوي بوزه شويه، متضايق شويه. دايما احنا اللعيبه، وانا كنت بعمل كده بعض الاوقات لما اطلع بره الفرقه واكون في عزي، يعني وانا واقف على رجلي اكون بتضايق شويه، اكون يعني ده غلط على فكره مش صح، يعني انا عملت الموضوع ده قبل كده بس غلط، والواحد بيحس بيه لما بيكبر شويه، بيقول الطبيعي عادي اي مدرب ليه وجهه نظر، ساعات بتتقبلها وساعات واحد ما بيلويش بوزه ولا حاجه، وساعات بيبقى متضايق، خصوصا لو انت مش واقف على رجلك بتتضايق اكتر، لكن انت لو انت واقف على رجلك وقعدت احتياطي عادي، الناس كلها شايفه ان انا كويس، وراجل وعدني فهو عايز يريحني، عايز مش عارف ايه، مش فاهم، حتى الناس كلها خلاص عارفه ان انا واقف كويس ولا لعيب كويس، لكن لما ببقاش كويس ببقى عايز العب تاني عشان ابين للناس ان عندي فرصه، خصوصا لو ماتش سهل قدامي ممكن اتصيد فيه وارجع تاني والناس تقول لي عليا كويس ويطلعني بره، انا كلعيب بتضايق، بحس ان هو مش عايز يخلص عليا بس يعني مش عايز يخليني ارجع تاني بسرعه. ممكن ده يكون حصل لمتعب رد فعل ان هو حط الصوره دي في انستجرام بعديها، ممكن ما يبقاش في دماغه خالص الموضوع، لكن طبعا نظرا للحادثه او نظرا ان هو طلع بره وحاطط صوره جوزيه بعديها على طول، فالناس ربطت ان هو يعني جوزيه، مع ان ايام متعب وجوزيه كان في خناقات كتير جدا بينهم وبين بعض، بس كان طبعا في قمه تالقه بشكل كبير جدا عماد متعب. نفضل دايما في حالات اللعيبه والمدربين، نفضل طول عمرنا حتى في اوروبا وفي العالم المتقدم في كره القدم عندنا نفس المشاكل دي، لكن متعب واحد من افضل اللاعبين في مصر، ومستر جريدو يعني مدرب نادي من اكبر الانديه في الوطن العربي والشرق الاوسط ومصر طبعا النادي الاهلي. خلينا نطلع لتقرير عن